الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء له بأجل مسمى. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعله من أهل الجنة، اللهم اجعله من رفيق سيد الأنام، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله، اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبوره حفرة من نفار النيران. ملار مكة حسن الخاتمة. Apa kompol sarang orang-orang soleh, dia pecinta orang soleh, makin bertona akompol dan menikmati hasil yang dikumpulkan, yang diusahakan oleh beliau di dunia. Insya Allah min ahli jannah, insya Allah min ahli jannah. Lahul Fatihah.